تفضل. طيب المراجعة الثامنة، ذكرنا المراجعة السابعة لشيخ الأزهر، المراجعة الثامنة شيخنا الكريم نعم. تحدث يعني علق على بعض كلام الشيخ الأزهر في المراجعة السابعة، يقول نحن ما أهملنا البينة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشرنا إليها في أول مراجعتنا، إلى أن قال ثم يقول يذكر أدلة الآن، تمام، يقول وإليك بيان ما أشرنا إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ أهاب في الجاهلين وصرخ في الغافلين فنادى يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم ذكر نصوص أخرى. طبعا الجاهلون والغافلون هم الصحابة، نعم، يطعنوا في الصحابة، نعم، يعني أهاب في الجاهلين ونادى في الغافل وصرخ في الغافلين يا أيها الناس، يعرضوا بي الصحابة، هذا كلم الصحابة يقولون، نعم، كلم الصحابة، ولا يتكلم شيخ الأزهر، نعم، ثم يقول لا نتكلم في الصحابة، يسميهم جاهلين وغافلين، ثم يقول لا نسب أصحاب النبي ولا نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلق شيخ الأزهر على هذا، بل بعد هذا كله، بعد أن يذكر الموسوي هذا الكلام كله، أهاب في الجاهلين، صرخ بالغافلين، وذكر مجموعة من الأحاديث الضعيف والباطلة كما يأتي بيان ذلك، يأتي شيخ ثم الأزهر ثم دعا للتواتر فيها، أطلق عنان القلم ولا تخف من سأم، فإن أذني لك صاغية وصدري رحب، وأنا في أخذ العلم عنك على جمام من نفسي وارتياح من طبعي، وقد ورد علي من أدلتك وبيناتك ما استأنف نشاطي. أدلته وبيناته الآن سنناقشها ونرى، هذا رد شيخ، هذا رد شيخ الحديث على هذه، على هذه البينات، حديث ثقلين وحديث سفينة وغيرها. أحسنتم، ماذا يقول عن هذه الأدلة البينات؟ انظر ماذا يقول الموسوي عن شيخ الأزهر. يقول الموسوي عن شيخ الأزهر، نعم، هنا لما تكلم الموسوي عن قصة كتاب المراجعات، عن قصة كتابه، يقول كتاب المراجعات أو المناظرات الأزهرية والمباحثات المصرية مجلد واحد يثبت رأي الإمامية في الإمامة والخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفناه في مصر إذ أتيناها سنة 29 300 و1000، إلى أن يقول فجمعنا الحظ السعيد بإمامها الوحيد الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الجامع، نعم، الأزهر في ذلك العهد. انظر ماذا قال: وعلى هذا جرت مناظراتنا ومراجعاتنا وكانت خطية، تبادلنا بها المراسلة إبراما ونقضا، فجئته بالحجج الساطعة لا تترك خليجة ولا تدع وليجة، اسمع، فقابلها، هذا الشيخ الأزهر، فقابلها بالذود عن حياضها لا يألو في ذلك جهدا ولا يدخر وسعا. جميل، هذا الذود كارني. أطلق عنان القلم لا تخف من سأم، فإن أذني لك صاغية وصدري رحب، وأنا في أخذ العلم عنك على جمام من نفسي وارتياح من طبعي، وقد ورد علي من أدلتك وبيناتك ما استأنف نشاطي، وأطلق عن نفسي عقال السأم، فزدني من جوامع كلمك ونوابغ حكمك، فإني ألتمس من كلامك ضوال الحكمة، وإنه لأندى على فؤادي من زلال الماء، فزدني منه لله أبوك زدني. هذا في بداية المناظرة، هذا بعد ذكر بكل. بعد أن ذكر 12 حديثا موضوعا وضعيفا، يقول شيخ الأزهر هذا الكلام: زدني زدني، زدنا من الموضوعات، زدنا من الحديث. ويقول الموسوي، يقول لما ناقشني شيخ الأزهر، يقول إيش؟ يقول لا يألو، فقابلها بالذود عن حياضها، طيب، ولا يألو في ذلك جهدا ولا يدخر وسعا. هذا الكلام كذب، يكذبون عن شيخ الأزهر، لكن متى؟ بعد وفاته. لكن نقول لشيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى: لك أبناء يدافعون عنك ويذودون عنك ويذودون عن هذا الدين ويردون كيد هؤلاء الكذابين الذين ادعوا عليك زورا وبهتانا أنك ضعيف بهذا المستوى، فنقول لا والله لست كذلك، والله لندفعن عنك هذا الكذب المبين، وسنظهر بحول الله تبارك وقوته جل وعلا كذب هؤلاء المدعين الله فيما زعموه على شيخ الأزهر من الإفك والبهتان.